بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم جينا عندنا لقاء مع هذا الجانب حول الثقافة، وشرحنا لهم مثلا جوانبها كامل، وشرحنا لهم ذا اللي نعانوا منه حول الثقافة، زيادة على ذا اللي يدوروا هما عندنا احنا أكثر، وشرحنا لهم أكثر، وهذا هو اللي مثلا عنه ندوره من الجانب يوصلوا رسالتنا للعالم كامل. والحقيقة الجوان ما تقد تندرس كامل، والمغرب مثلا عنده دور منا طمس ثقافتنا، وإحنا ذا ما هو مارق فينا، ولانا ليه نعدلوه وليه نتموز إلى رادهم، ولانا مستمرين لين ننزعوا ثقافتنا مع استقلالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اي حاجه تلقينا بهذا الاسلامي والدولي الاعلامي اللي قام من زياره اليوم المحتله لاجل التقاء مجموعه من الفعاليات الحقوقيه، وخصوصا ما يتعلق باجتماعنا اليوم في دخل اطار لجنه الثقافه. وحقيقه كان الاجتماع قيم، حيث تطرقنا لمجموعة من الانتهاكات والإكراهات التي تواجهها الساحة الحقوقية ككل، وكذلك الساحة الثقافية بصفة عامة، خصوصا ما يرتبط باختصاص لجنة الثقافة وحماية ونشر التراث الصحراوي. وكذلك كان هناك تبادل وجهات النظر في مجموعة من الإكراهات كما قلت. وحقيقة على أن هذا احنا مرتاحين له هذا اللقاء، بحكم على أنه في ساهم في كسر الحصار النسبي، بعض اللي ساهم نسبيا في كسر الحصار المفروض على المناطق الصحراوية المحتلة، وكذلك يعطي نوع من التعريف للشعب الألماني على عن قرب لثقافة المجتمع الصحراوي، عاداته وتقاليده وتطلعاته الهادفة إلى حقه في تقرير المصير والاستقلال. السلام عليكم ورحمة الله.